السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما انه الساعة 5 الصبح وانا مش عارف انام، قلت استغل الوقت اعمل لكم فيديو. اليوم راح نكمل الجزء الثاني من الرد على اسئلة المتابعين حول السفر الى قطر والعمل فيها. سؤال من الزميلة مكة نور بتقول: السلام عليكم ورحمة، انا قدمت لقطر في مؤسسة حمد بس عندي 5 اطفال ما شاء الله بالمدارس، هل كلهم يدخلون مدارس حكومية ولا زي ما قلت 2 بس؟ هاي المعلومة أنا يمكن قلتها في أول فيديو نزلته بالسلسلة، إنه مدارس قطر الحكومية تقبل أكبر طفلين والباقي لازم يروح مدرسة خاصة. فيما بعد ما كثير ناس راجعوني وصححوا لي هاي المعلومة، وأكثر من واحد بعت لي على الخاص، وفي ناس علقوا على نفس الفيديو إنه لا، كل الأطفال بيدخلوا المدرسة الحكومية. وفعلا سألت في الموضوع وطلع إنه موظف الحكومة كل أولاده بدخلوا المدارس الحكومية ما عليهم مشكلة. نفس الزميلة بتسأل: أنا بلبس نقاب يعني منقبة، بقدر أتوظف في مؤسسة حمد؟ طبعا بتقدري وبكل سهولة، البلد هون فيها تدين وفيها أخلاق وفيها أدب زي باقي بلاد العرب ويمكن أكثر شوي. يعني لو جيت على قطر أو أي دولة خليجية راح تلاحظي أنه معظم النساء هون متحجبات، ويمكن نصهم بلبسوا نقاب أو بلبسوا خمار. حتى بعض الجنسيات الثانية سواء عربية أو غير عربية بدأوا يتجهوا للباس الخليجي لأنه الإشي السائد، وبلشوا حتى اللي مش متحجبات أو مش مسلمات بلاقوا فيه الراحة. أنا مرات بشوف في اللبنيات لابسات عباية عادي جدا. زميل نيرس سعود بيقول: هل يجوز العمل شفت إضافي مثلا بعد الدوام؟ شوف، انا ممكن افهم سؤالك على طريقتين. اذا قصدك انه نفس المستشفى بدك تشتغل فيه شيفت او يوم بعد الدوام اضافي، فهذا الكلام مش ثابت ومش دائم. في بعض المستشفيات، بعض الاقسام، في بعض الظروف مثل ايام الكورونا مثلا كان الكوفيد متواجد بكثرة، او مثلا لما البلد تستضيف كأس اسيا، كأس العرب، كأس العالم، كان الاوفر تايم موجود وبكثرة واحيانا بيكون اجباري. وغير هيك انت ممكن تكون تداوم في قسم ما فيهوش شغل فينزلوك هيلب او بسموه بول اوت الى قسم فيه شغل، لكن في الايام اللي احنا فيها الاوفر تايم قليل جدا ويكاد يكون معدوم. اذا كان قصدك انه تشتغل شيفت ثاني في مستشفى ثاني، فهذا الكلام مستحيل في قطر وفي دول الخليج كلها، لا للممرض ولا لغير الممرض. لانه اي واحد بده يلاقيك في اي مكان بده يقول لك هات بطاقة المقيم تبعتك او الهوية مكتوب فيها ممرض، انت ليش بتشتغل على تاكسي مثلا، او ليش قاعد بتلف سندوتشات في المطعم، مكتوب ممرض، ممنوع تشتغل الا ممرض. رشا محمد يوسف بتقول: حضرتك انا بقالي 17 سنة في غسيل كلوي، هل يوجد فرصة للعمل في مستشفى حمد؟ انا بديش اجاوب على هذا السؤال، راح اجاوب على كل الاسئلة اللي من هذا النوع. كثير ناس بيقول لي انا فني تخدير اقدم ولا لا، انا فني اشعة اقدم ولا لا، انا اخصائي علاج طبيعي محتاجين اخصائيين ولا لا. الجواب على كل الاسئله من هذا النوع: يا اخي قدم، انت مش خسران اشي. الموقع موجود وبتقدر ب5 دقائق تعمل اكاونت عليه، وبتقدر ب5 دقائق ثانيات تحط كل شهاداتك وخبراتك فيه، ولو مش محتاجين اليوم اخريتهم يحتاجوا ويطلبوك. فبصراحة يعني تزعلوش مني، انا بتضايق لما اشوف بعض الناس خايف يقدم الطلب، والله الويب سايت تبعهم ما بكهرب يا جماعة، شو مالكم؟ تقديم الطلب اونلاين وانت يمكن تقدمه بعد اسبوع او شهر يشوفوه. لا تفكر انه انت قاعد بتقدم الطلب راح يطلع لك واحد من الشاشه يقول لك مسكتك تعال في مقابله كمان 10 دقائق. الموضوع مش مرعب لهالدرجه، ما بعضوا الجماعه. كل واحد بيقول لي اقدم ولا لا، محتاجين ولا لا، لو قدمت بيطلبوني ولا لا. ما في حدا بالدنيا قدم وثاني يوم نزل على المقابله، كل الناس بتقدم بعد سنتين بتنطلب. نصيحه قلتها اكثر من مره: قدم في كل مكان في العالم طالب او مش طالب، ما دام في ويب سايت وفي وسع لصفحه او صفحتين ينكتب فيهم السي في تبعك، اكتب السي في وقدم وربك الرزاق. اغرب سؤال في تاريخ القناه كله: مرحبا اخي، بدي اطلع تهريب على قطر، كيف اطلع وكم تكلف؟ هذا الزلمه شكله مفكر حاله بيسال عن امريكا. امريكا اي واحد بيقدر يطلع تهريب، اي واحد بيقدر يطلع بحجه السياحه او الزياره او الدراسه او العلاج او شو ما كان يكون، ولما يصير هناك يا اما بضل يشتغل بدون ورق وبدون تصريح وبضل هناك طول عمره، يا اما بشوف محامي شاطر برفع له قضيه لجوء انساني طبعا، وفي الاخير بكسبها، وبعد ب5 سنين او 10 سنين بصير معه جنسيه. لا قطر ولا السعوديه ولا الامارات ولا اي بلد عربي في هذا النظام. انت دخلت على البلد مالكاش غير طريقه فيزا السياحه، وبعد 3 اشهر راح يجي يقول لك يلا شو قاعد تعمل هون. بينما اذا بدك
تشتغل عقد عمل في قطر بالذات، لا يمكن تدخل البلد بعقد عمل إلا تكون أجوك لحد عندك في بلدك وقابلوك وعجبتهم وعطوك العقد ووقعت عليه وهم بعثوا لك التذاكر وطلعت على البلد. أما شغلة أنزل على البلد فيزا سياحة وأقعد أدور على شغل، ما حد راح يشغلك، ولو حدا شغلك ممنوع أنه فيزا السياحة تتحول لفيزا عمل. فالجواب على السؤال، قطر مش أمريكا، ما في طريقة بالدنيا أنك تطلع تهريب على بلد عربي، مش راح تكمل 3 أيام راح تنمسك وتترحل. الموضوع مش بالسهولة اللي أنت متخيلها. شادي رحمون بقول: شكرا لك أخي الكريم على جهدك ومعلوماتك المفيدة. العفو. لدي أسئلة وأتمنى الإجابة عنها. هل الطب النفسي موجود في قطر بشكل مستقل بمبنى خاص للأمراض النفسية أم يوجد قسم ضمن المستشفى؟ في مستشفى للأمراض النفسية في الدوحة جنب مستشفى حمد، وفي مستشفى الوكرة في قسم أو طابق للمرضى النفسيين. الجواب أنه هيك موجود وهيك موجود. هل هناك فرصة للممرض بالحصول على عمل بالمستوصفات الطبية بدوام صباحي دائم أم يجب أن يحصل على عمل في المستشفى أولا وبعد فترة الانتقال للعمل في المستوصفات؟ المستوصفات، أنت قصدك المراكز الصحية في قطر تشتغل شفتين، الصباحي وبعد الظهر أو المسائي. فأنت يا بتشتغل من 6 الصبح لثلثين الظهر، يا إما بتشتغل من 2 الظهر للعشرة بالليل. شغلة انك تثبت على نفس الشفت في قطر مستحيلة، ما في اشي اسمه صباحي دائم. يا اما بتداوم في مركز صحي عندك شفتين راح تداوم هيك 2 3 وهيك 2 3 كل اسبوع، يا اما في المستشفى وفي المستشفى راح تداوم 2 صباحي 2 بعد الظهر 2 مسائي وترجع تعيد. هاي شغلة. شغلة ثانية، ما في اشي اسمه اشتغل بمستشفى وبعدين انتقل على مركز صحي، لانه هاي الها ادارة وهاي الها ادارة مختلفة تماما. فانت من قبل ما تيجي على البلد اصلا يا بقابلوك إدارة مستشفيات حمد يا بقابلوك إدارة الرعاية الصحية أو إدارة المراكز الصحية. إذا جيت على مركز صحي راح تظل طول عمرك مركز صحي، وإذا جيت على مستشفى راح تظل طول عمرك مستشفى. عمر مسلم أو عمر مسلم بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن فضلك، هل التعليم في قطر مختلط بين الجنسين؟ هو قصده في المدارس الابتدائية. الحمد لله التعليم هون مش مختلط، مدارس الأولاد لحال، مدارس البنات لحال، من الصف الأول وحتى إنهاء الثانوية العامة. حتى لدرجة انه لو انا ولي امر بدي اروح على مدرسة البنات اسأل عن بنتي الطالبة في المدرسة ممنوع افوت. اي اشي بتحتاجه البنت، اي حفلة تكريم، اي مشكلة بتصير، اي استدعاء ولي امر، لازم زوجتي اللي هي تروح، لانه المبنى كله ممنوع الاب يدخل مهما كان الظرف. سفيان بيقول: بالنسبة للداتا فلو، هل يستطيع المستشفى اللي قدم لك عرض العمل التكفل به ودفع تكاليفه؟ انا عمري ما سمعت انه صار اشي زي هيك، لكن لو انت عجبتهم لدرجة انهم يدفعوا لك ممكن، بس هذا الحكي بجوز بصير كل 30 سنة مرة، او يكونوا واصلين لمرحلة انه محتاجين 100 مليون ممرض هسة وما فيش حدا راضي يقدم عندهم، وبرضه هاي مستحيل تصير. اللي بصير انه انت بتعمل الداتا فلو من جيبتك، بتقدم الامتحان على حسابك، ولما تروح هناك 50% احتمال يرجعوا لك الفلوس و50% احتمال انهم ما يرجعوا لك الفلوس. على كل القصة على بعضها، من داتا فلو لرسوم الامتحان لغيره ما بتكلفش $1000 أو $900. بس أنا بحكي لك عن تجربتي الشخصية، أنا قدمت طلب قبل 3 سنوات إني أسترجع هاي الفلوس وما إجتني. في ناس غيري قدموا وإجتهم، حسب إيش أنا ما بعرف. وشكرا لك على السؤال. إسراء بتقول: بالنسبة لـ3 محاولات تبع الامتحان، هل بدفع 3 مرات ولا بدفع مرة واحدة وليا 3 فرص؟ لا طبعا، كل مرة بترسب وبتعيدي بدك تدفع من أول وجديد، إشي أكيد. سؤال جميل من ميادة جمعة: هو لازم أعمل داتا فلو وامتحن برومتري قبل السفر، وهل شرط الحصول على عقد عمل قطري أن يكون معاي داتا فلو وبرومتريك؟ هو لا طبعا مش شرط، لكن لما يكونوا بدهم 100 ممرض وتقدم للمقابلة 200، الـ200 منهم مثلا 70 معهم برومتريك أو عاملين الداتا فلو، فأول إشي 70 ضمن الوظيفة، من 130 اللي ضايلين في 30 راح يتعينوا والباقي ما راح يتعينوا. فهو مش شرط، لكن غالبا بكون ميزة في صالحك إنه أنت معك داتا فلو أو ناجحة بالبرومتريك. رقم 2، أحيانا بكونوا مشترطين إنك تكوني ناجحة بالبرومتريك أو على الأقل مقدمة داتا فلو. فلو اشترطوا أو ما اشترطوا الأولوية إلك. طبعا ما حداش يفهمني غلط انه مدام نجحت بالبرومتريك غصب عنهم راح تتعين، لكن هاي ميزة من ضمن الشروط اللي بطلبوها. وشكرا على السؤال، لانه كثير ناس سألتنا هالسؤال. سؤال يقول: هل يمكن العمل بالجنسية الايطالية؟ شوف انا
ما شفتش حدا جنسيته إيطالية بيشتغل بقطر، يمكن يكون فيه بمستشفيات ثانية وأنا ما التقيتش فيه، لكن بشكل عام كل الجنسيات الأجنبية مرحب فيها، وبعض الجنسيات مثل الأمريكية والبريطانية والألمانية يمكن تأخذ رواتب أكثر من العرب. حتى سمعت عن ناس كان معاه جنسية عربية سواء أردني فلسطيني سوري، بعد ما اشتغل في الخليج سنين وسنين طلع على بريطانيا أو أمريكا أو ألمانيا ورجع لهم جنسية أجنبية فزاد راتبه. فبشكل عام كل الجنسيات الأجنبية مرحب فيها، وبرجع بقول لك أنت مش خسران إشي، عبي هالطلب، بدهم إياك بيبعتوا لك، ما بدهم إياك خلص جرب حظك في مكان ثاني. عبد العزيز محمد بيقول هو المفروض أنا بعمل الداتا فلو والبرومتريك قبل ما ألاقي وظيفة ولا بعد ما أكون لقيت الوظيفة؟ زي ما قلت لك قبل شوي، تقدر تأجلها لغاية ما تلاقي وظيفة، وبتقدر تأجلها لغاية ما تيجي على قطر وتبدأ دوامك فيها، لكن إذا هم اشترطوا انه لازم يكون معك برومتريك او على الاقل داتا فلو بدك تعملهم قبل ما تدخل على المقابله. رقم اثنين، حتى لو ما طلبوهم وانت عملتهم من نفسك فالك ميزه واولويه على باقي الناس. في النهايه نشكر كل الزملاء على الاسئله الجميله اللي كتبوها، ودائما نعلن ونكرر ونؤكد انه انا بالخدمه، اللي عنده اي سؤال يكتبوا فيه تعليق على هذا الفيديو او اي فيديو ثاني، وكل 4 5 ايام اسبوع زمن نعمل لنا فيديو للرد على اسئله المتابعين. لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة اشترك بالقناة، واعزم اصحابك خليهم يشتركوا بالقناة، ولا تنسى فعل زر الجرس، ارجع على كلمة اشتراك وشوف انت كاتب الكل ولا مخصصة، خليها الكل عشان اول ما ينزل فيديو يجيك اشعار مذكرات ممرض نشر فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.